ينضم إلي هاتفيا دكتور أمير علامي، مساعد مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا بك دكتور أمير. 60 الله يعافيك، 60 بلدة عربية في الدائرة الحمراء و18 في الدائرة البرتقالية لغاية صباح هذا اليوم، هل المجتمع العربي يدخل الآن الموجة الرابعة بتقديرك؟ نعم، احنا كنا موجودين اليوم في تاخير شهر تقريبا عن المجتمع العام، واحنا اليوم معطيات جدا مقلقه، وما ننساش انه احنا فتره اعياد اليهوديه اللي كمان عدد الفحوصات هو اقل من اللازم، يعني حتى في ناس مش عم بيطلع لها تنفس بهاي النهارات. بعدنا عم نحكي عن في الاسبوع الاخير عن كميات الفحوصات، النسبه الايجابيه للفحوصات في الوسط العربي عم بتكون كثير عاليه، وعم نحكي عن 30% ايجابيين في الوسط العربي. عمليا من الاعداد احنا بنحكي فوق ال 15,000 واحد من مجمل الاشخاص اليوم الإيجابيين في الدولة إن من المجتمع العربي. هاي الأرقام هي قفزة جدا كبيرة اللي ما شفناها من قبل، وهي حسب التوقعات والتقديرات. ننساش أنه نوعي ذا الإشي كمان لافتتاح السنة الدراسية، إحنا اليوم الوسط اليهودي فات جمعة زمان أو كم من يوم بعدين طلعوا على الأعياد، وعشان هيك يمكن بالوسط غاد مش عم نشوف كمية الإيجابيين اللي عم نشوفها في الوسط العربي، ولكن في الوسط العربي عم نشوف أنه صفوف كاملة للأسف الشديد عم بتكون إيجابية. في مدرسة واحدة عم بيكون فوق 50 حالة خلال جمعتين. بالفعل فيروس دلتا عم بثبت أنه قدرة الانتشار تبعته تفوق الفيروس ألفا اللي كان موجود قبل. بالصف اللي كان ينحجر ويطلع 2-3 إيجابيين، اليوم نفس الصف عم بنحجر وعم بيكون في 10 أو 12 واحد شخص أو طالب إيجابي للمرض. وهاي المعطيات إذا تستمر في هذا الوضع طبعا هذا الإشي رح يكون جدا مقلق، عشان هيك لازم يعني تكثيف جهود الفحوصات أولا للبي سي آر حتى نقدر نقطع سلاسل العدوى، وايضا يعني بمقابل الفحوصات التطعيمات اللي اليوم احنا عم نشوف عم ينكشف على معطى جدا مقلق. 70% من الاشخاص اللي موجودين في حاله صعبه في المستشفيات هم اشخاص غير متطعمين. نعم. نسبه غير بسيطه منهم هم من العرب. في عندنا في المستشفى الانجليزي في قسم الكورونا كذلك نفس النسبه موجوده، يعني عم نحكي عن الاشخاص الموجودين في حاله صعبه حتى اللي ممكن يوصل للتنفس الاصطناعي هم اشخاص. يعني هل يؤكد هذا دكتور امير يعني نحن نتحدث عن 70% من مرضى كورونا كما قلت لم يتلقوا التطعيم، ما هي أهمية وضرورة رفع الوعي حول التطعيم في هذه المرحلة؟ اليوم بات واضحا حسب كل المعطيات الموجودة في العالم وفي الدولة هون أنه عمليا حتى لو التطعيم ما بحميك من انك تنصاب في العدوى، وانما هو بالفعل بحميك بدرجه جدا عاليه انك يكون الاصابه تبعتك اصابه طفيفه. وبالاساس احنا بنحكي عن الاشخاص اللي موجودين في يعني سن متقدم وعندهم مشاكل صحيه مزمنه ممكن تاثر بشكل سلبي على المرض. اليوم احنا عمليا الجيش نجي نسميه اللي هو المناعه تبعتك بتكون متاهبه عشان تستقبل الفيروس، واذا اجى الفيروس فات على جسمها هي عندها الامكانيات الكافيه انها تبلش تحارب فيه وانها تبلش يعني توقف اجتياحه للجسم. بهاي الكلمات بستعملها لانه احنا بالفعل عم نشوف اليوم يعني صوره الرياد تبعت المرضى الغير متطعمين، عم نشوف انه في غاد وضع جدا حرج وجدا مقلق اللي حتى لو شفيه رح يضلوا مع يعني مخلفات لهذا الفيروس طويله الامد. طب بس في يعني في نقطه مهمه قبل يعني قبل ان يدهمنا الوقت حول الأعراض الجانبية للتطعيم، رجاء توضيح هذه النقطة. الأعراض الجانبية للتطعيم الوجبة الأولى والوجبة الثانية والوجبة الثالثة لم تتغير، نفسها اللي الكل بيعرفها. واليوم احنا بنحكي عن المجتمع العربي نسبة مش قليلة بالمرة طعمت الوجبة الأولى والوجبة الثانية. احنا بنحكي بالأساس عن ممكن يكون يعني ألم في مكان الإبرة، احنا بنحكي عن شعور بالتعب وبالإرهاق، ممكن شوية بردية وشوية حم أو جاع في كل الجسم. هذه العوارض اللي بتستمر تقريبا ل 48 ساعة، هاي العوارض الشائعة. إذا نيجي نحكي عن العارض المقلق اللي حكوا عنه كثير في الأخبار واللي شوي ضخموه بشكل كثير كبير هو التهاب في عضلة القلب، احنا اليوم عم نحكي عن عارض اللي هو جدا نادر من ناحية يعني إمكانية حدوثه لكل مليون نسمة، وحتى الشخص اللي يصاب فيه هو شخص اللي يكاد يشعر بهاي الأعراض يسرح إلى البيت بعد 24 ل 48 ساعة بدون مخلفات أو مشاكل على عضلة القلب. ولكن إذا بنيجي بنطلع بالمنطق احنا اليوم لما بنبني تطعيم، التطعيم يحاكي الفيروس، مثل ما الفيروس نفسه بيعرف يعمل التهاب في عضلة القلب وفي غشاء عضلة القلب وممكن يكون مميت، هذا الشيء بنشوفوش بالتطعيم. فهي نقطة انه التطعيم بالفعل يحاكي الفيروس
وهذا العارض النادر هو مش العارض اللي لازم الواحد يخاف منه. شكرا. لازم نخاف اكثر من المرض نفسه، وهذا هو الواقع الاليم، وهي هي الوفيات اللي عم نشوفها. قارن الوفيات والحالات الصعبه من الفيروس مش موجوده بالمره من التطعيم. شكرا لك على هذا التوضيح دكتور امير علامي مساعد مدير مستشفى الناصره الانجليزي، شكرا لك.